كما كيعرف الجميع بان الشغيله الصحيه الان كتخوض واحد المعركه نضاليه ضد كما كيقولوا التماطل ديال الوزاره والتماطل ديال الحكومه في تنفيذ مجموعه ديال القرارات ديالها. من بين اهم هذه القرارات هو التنفيذ الاتفاق ديال 29/12/2023 والمحاضر ديال الاجتماعات اللي توقعت مع التنظيمات النقابيه في شهر يناير من 2024. دونك ولكن المعركه ديالنا اللي كنخوضوها الان هي معركه كرامه ومعركه وجود كتهم في الشق الاول واللي اساسي هو الحفاظ على صفه الموظف العمومي، هو الحفاظ على المكتسبات ديال الوظيفه العموميه. المطلب الاول هو الحفاظ كما قلت هو الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، هذا هو مطلب أساسي لا حياد عليه. المطلب الثاني هو التنزيل ديال المحاضر والاتفاقات. هذه المحاضر والاتفاقات كانوا فيها مجموعة ديال المكتسبات، ومن أهم هذه المكتسبات هو الزيادة العامة في الأجر، هو التعويض عن الأخطار المهنية، هو السنوات الاعتبارية، هو الترقية الاستثنائية لشيوخ التمريض. للأسف الشديد هناك معنا ممرضين وممرضات اللي اشتغلوا أكثر من 30 سنة ولا زالوا يتقاضون أجرا زهيد للأسف الشديد. دونك كما قلت على الحكومة وعلى الوزارة باش تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة ديال الأسرة الصحية. هذا واحد الشق. من الشق الثاني، الشق الثاني هو نعتذر ونقدم الاعتذار ديالنا للمواطنين والمواطنات. علاش؟ لأن الأشكال النضالية تتقاطع مع مع الحقوق ديالهم في الاستشفاء. هذا كما كيقولوا كنقدموا الاعتذار ديالنا ليهم. فيما يخص كما قلت هذه الوقفه اللي خديناها اليوم امام المستشفى ديال المستشفى الجهوي محمد الخامس، وبعد ذلك تحولت المسيره الى الباب الرئيسي للشارع. علاش كنقولوا علاش هذه المعركه نضاليه؟ هو كما كيقول هو التسطير ديال البرنامج النضالي ديال التنسيق الوطني. هذا التنسيق الوطني اللي اعلن في البرنامج النضالي ديالو على 12 يوم من الاضراب واربعه ديال الوقفات احتجاجيه. اليوم اللي قلنا احنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه واللي تحولت لمسيره، الاسبوع المقبل عندنا اربع ثلاث ايام ديال الاضراب مع وقفه احتجاجيه، ومن بعدها من بعد عيد الاضحى عندنا مسيره وطنيه وانزال امام البرلمان، وعتكون مسيره احتجاجيه هناك. علاش كنقوموا كما قلت علاش كنقوموا بهذه الاحتجاجات وهذه المسيرات الاحتجاجيه اللي كنقوموا الان؟ لان عدم الاستجابه ديال الحكومه والوزاره معها. شق اخر، ونحذر من المنبر ديالكم، نحذر الوزاره والحكومه في التنزيل ديال المراسم ديال المجموعه الصحيه الترابيه بطريقه احاديه، لان المعركه كما شفتوا اليوم نقلنا المعركه من داخل المستشفى الى الشارع. فيما بعد ذلك في الاسابيع المقبله المعركه ستكون في الشارع، المعركة ستتحول إلى الشارع. إذا كانت هذه الحكومة ومعها الوزارة لا تريد استجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة الصحية، فالمعركة سنحولها إلى الشارع. نقطة أخيرة هو ما يتم تسويقه له من طرف الوزارة أو لأدناب الوزارة، التسويق بأن موظفي القطاع استفدوا من الزيادة. لحدود هذا اليوم موظفي قطاع الصحة لم يستفيدوا ولو درهم واحد، لم يستفيدوا ولو درهم واحد من أي زيادة، لأن الأدناب الوزارة والوزارة تمارس واحد النوع ديال التسويق الإعلامي بأن الموظفي القطاع استفدوا من واحد الزيادة ديال 1000 درهم ولا 1300. لحد الساعة الموظفي أؤكدوا عليها موظفي القطاع لم يستفيدوا ولو بدرهم واحد. في إطار التنسيق النقابي اللي قامت به النقابات الثمانية والتنسيق النقابي الثماني، دارت اليوم واحد الوقفة احتجاجية في إطار تنزيل ديال المكتسبات الشغيلة الصحية، اللي من بينها مركزية الأجور، اللي ما بينها أو الحفاظ على صفة الموظف، واللي من بينها التنزيل ديال المحاضر اللي اتفقت عليها المركزيه النقابيه مع الوزاره ومع الحكومه. كتعرف هذا كيعرف هذا النهار هذا شهد واحد الحاله اللي هي استثنائيه، واللي هي انه كان فيها واحد الحضور كثيف للشغيله الصحيه من مختلف النقابات، مختلف الفئات ومختلف الاعمار والسن.
واللي شكلت واحد النجاح اللي هو رائع، واللي شكلت واحد النجاح اللي هو ذات ذو واحد الامتياز اللي هو رائع، واللي خلانا اننا نفتخروا بهم واننا نفتخروا بالشغيله ديالتنا الصحيه، على اساس انها مازال عندها ذاك النفس، مازال عندها ذاك الروح ديال المواظبه، ومازال عندها ذاك الروح ديال العمل. طب.